مزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف المدير التنفيذي للتوعية والإعلام بهيئة الغذاء والدواء الدكتور عبد الرحمن السلطان. حياك الله دكتور عبد الرحمن. يا أهلا وسهلا وشاكرين استضافة الكريمة. دكتور عبد الرحمن خليني أبدأ معك مباشرة، إيش كانت الأسباب المباشرة لإغلاق هذا العدد 39 مصنع يغلق؟ إيش كانت الأسباب؟ أسباب متعددة في الحقيقة. اليوم إحنا لدينا برنامج واضح ضمن جدول زمني للرقابة على مصانع تعبئة المياه والثلج، هذا ضمن أهم الأشياء التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء. خلال الفترة الماضية مفتشي الهيئة قاموا ب 863 جولة تفتيشية من خلال اللجان في مناطق المملكة. المخالفات كانت مختلفة، ولكن أغلبها كان يخالف الاشتراطات الصحية والفنية، يعني بعضها قد يكون في نفس المصنع من اللي هو موضوع الفتحات في الجدران والأسقف أو تكسر الأرضيات، تدني مستوى التهوية في بعضها، الإضاءة، أنظمة الجودة، الجودة الشاملة، كذلك الكفاءة، تدني الكفاءة لبعض العاملين، وعدم وجود مصائد للآفات ونحو ذلك. وبعضها للمناطق المحيطة بالمصنع تعبئة المياه كان في بعض الملاحظات البعض التزم بها، والذي لم يقم بالالتزام يتم إغلاق خط الإنتاج لحين التأكد وقيام بالإجراءات التصحيحية. بالطبع هذه العملية المرتبطة بأخذ العينات من المياه المعبأة وإجراء عليها الاختبارات، سواء اختبارات الظاهرية الفيزيائية أو الكيميائية أو حتى في الأحياء الدقيقة، يتم التأكد من سلامة ما يعرض في الأسواق المحلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية اللي على أساسها تم تسجيلها في الهيئة العامة للغذاء والدواء. نعم دكتور عبد الرحمن، ما أعرف أنا إذا كنت فهمت عليك بشكل صحيح، أنت ذكرت أنها مخالفة لاشتراطات صحية وفنية، قد لا تكون الاشتراطات الفنية مثل فتحات الجدران أو بعض الأمثلة التي ذكرتها تؤثر بشكل يعني مباشر على المستهلك، نحن كمستهلكين المياه. لذلك لا يتم سحب المياه المنتجة مباشرة من الأسواق، إحنا نقوم بالتحذير عندما يكون هناك ضرر مباشر على الصحة العامة بهالطريقة هذه. وهنا أعلننا هذه السنة عن مصنعين كان عنده ارتفاع في البرومات، ذكرنا أسماءهم التجارية وطلبنا منهم سحب الكميات اللي تم توزيعها في الأسواق المحلية. لذلك هذه الإجراءات هي إجراءات احترازية حتى نضمن التصحيح خلال الفترة القادمة، لكن ما تم إنتاجه لا يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة. نعم. طيب أنا كمستهلك الآن في السوبر ماركت كيف أتعرف على المياه غير مطابقة أو المياه الضارة بالصحة والمياه العادية؟ يعني بعض الناس ممكن يوسوس حتى قبل لا تقفلون المصانع ويقول والله المويه متغير طعمها. أعتقد أن المستهلك هو العين الأولى حقيقة للرقابة على ما يتم تسويقه في المملكة. اليوم جميع المياه الشرب المعبأة في المملكة هي مسجلة عن طريق الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا يمكن حقيقة الحكم بأفضلية منتج على آخر لأنها جميعها مستوفية للشروط. لكن كيف تعرف أن هذا المنتج مسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء؟ الأمر بسيط، كل علب المياه المعبأة لديها الباركود. الباركود إحنا عندنا التطبيق الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء على الأجهزة الذكية اسمه بك نهتم، موجود في الأبل ستور والأندرويد، بس تكتب الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية يطلع لك أول واحد في هذا التطبيق. على طول تفتح التطبيق وتسوي مسح أو سكان الباركود، تطلع لك على طول المعلومات الخاصة بهذا المنتج، الاسم، الكمية، اسم المصنع، الموزع، كافة التفاصيل. دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن أنا يعني أستثمر وجودك لأسألك عن سؤال كنا يعني نسمع بتردد كبير، وهو بأن المياه اللي تؤخذ عن طريق القوارير ربما تكون غير صحية بمقابل المياه الحكومية، إيش صحة هذا الكلام؟ يعني لا يعني في الأخير هي المياه اللي تأتي عن طريق شبكة المياه، سواء عن طريق شركة المياه أو مصلحة المياه في بقية مناطق المملكة، هي مطابقة للمعايير، والهيئة العامة للغذاء والدواء هي من يقوم بإصدار المواصفات الفنية سواء للمياه المعبأة أو حتى مياه الشبكة، فكلاهما مناسب يعني. لكن الخوف بعض الناس يحاول دائما يعني الاعتماد على المياه المعبأة، وأنا أعتقد أن هذا فيه نوع من المبالغة. المياه المعبأة قد تكون مفيدة حينما يكون الإنسان خارج المنزل في أماكن معينة لا تتوفر فيها مياه الشبكة، لكن مياه الشبكة حتى تصل إلى المنزل فهي مناسبة جدا ومطابقة للمواصفات. الخلل قد يكون في بعض المرات في المواصير اللي في المنازل، قد لا يتم صيانتها بالشكل المناسب. الخزان الداخلي سواء الخزان الأرضي أو الخزان العلوي
للأسف الكثير لا يقوم بأي عملية تنظيف دوري للتأكد أنه ما في شوائب ولا فيه أتربة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن السلطان على هذه المداخلة الضافية، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، من هذه المداخلة إلى خبر تالي.